مشاهدينا أينما كنتم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من جريدة وقناة تحوس براس الإلكترونية، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يشرف على مراسم الاحتفال باليوم الوطني للطالب. الموافقة على تعيين 3 سفراء جزائريين جدد في هذه الدول. بومردا استشراك السائح الصغير في برنامج الاحتفال بعيد الطفولة. وتتابعون أيضا في هذه النشرة قريبا افتتاح منتزه سياحي متكامل بولاية شلف. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بزيارة إلى القطب العلمي والتكنولوجي بسير عبد الله للإشراف على مراسم الاحتفال بالذكرى 68 اليوم الوطني للطالب. ودشن الرئيس تبون خلال هذه الزيارة القطب العلمي والتكنولوجي سيد عبد الله الذي يحمل اسم الشهيد عبد الحفيظ إحدادا. إلى خبر آخر الآن، تم اليوم الأحد الموافقة على تعيين 3 سفراء جزائريين جدد في كل من البيرو، بوروندي وسويسرا حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وأفادت الوزارة أن حكومة بوروندي وافقت على تعيين صباح فضل سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بوروندي. كما وافقت الحكومة السويسرية على تعيين محمد الأمين العباس سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى كونفدرالية سويسرا. من جهة أخرى، وافقت حكومة بوروندي على تعيين صباح فضل سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بوروندي. قدمت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية بومرداس برنامج مقترح للمشاركة في الاحتفال الولائي بعيد الطفولة لسنة 2024، ويتضمن المقترح عدة نشاطات تعبر عن اهتمام القطاع بفئة السائح الصغير والحرفي الصغير. وجاء هذا خلال مشاركة المديرية في اجتماع خاص بالتحضير للاحتفال الولائي لعيد الطفولة لسنة 2024. كشفت خلية الإعلام والاتصال لمديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية شلف من استفادة مدينة بن حوة الساحلية قريبا من افتتاح متنزه سياحي لأول مرة متكامل. ويتكون هذا المنتزه الذي سيكون إضافة للولاية من مركب سياحي ومطاعم وكافيهات، ويسهر على راحة السياح والمواطنين بالإضافة إلى تشجيع على الاستثمار وزيارة تلك المدينة الساحلية الخلابة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.